معانا ام محمد من البحيره. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. انا بقول لحضرتك اني طبعا انا يعني ظروفي محدوده، جوزي توفي وكان عليا ديون، فانا اضطريت ان انا اعمل قرض. يعني انا مش عامله كبير، انا عامل قرض صغير. بس اني انا حاسه ان انا اتواصل مع حضرتك قبل كده عشان خاطر اسال برضه عن القرض وعن حلال ولا حرام. انا عارفه ان هو حرام بس انا كنت هتحبس. اللي هو ايه اللي حرام؟ القرض انا عارفه ان هو حرام بس انا كنت هتحبس، يعني ما كانش ليا ملجأ خالص. ما هو مين قال حضرتك؟ معلش حضرتك، عايزين نتعود على عادة. انت بدل بتسأليني مش ما تجيش تقولي لي انا عارفة انه حرام، لان انت كده الكلام ده بتزودي الامر على نفسك، وقد تكون تقع انت في الافتراء على الله. لان ما ينفعش ان واحد يقول ده حلال او ده حرام الا عن علم. فكملي السؤال. يبقى احنا دلوقتي عندنا انت اقترضتي عشان تسددي ديون جدك المتوفى؟ لا يا فندم، انا جوزي متوفي. يعني انت اقترضتي عشان تسددي ديون زوجك المتوفى، صح كده؟ لا، ديون عليا انا جوزي متوفي من زمان، دي ديون عليا انا. طيب، تراكمت عليا. معلش الصوت ما كانش واضح. يبقى دي ديون تراكمت عليكي وكنت هتتحبسي، فاقترضتي عشان تدفعي عن نفسك الحبس، صح كده؟ يا فندم، هو ده السؤال؟ ايوه يا فندم. انا عايز اعرف يعني ده حلال ولا حرام. انا اول حاجه بس يا بنت الحلال، يا بنت الحلال قولي الحمد لله على نعمه ان ربنا سترني. الحمد ليه لله. بقول لك كده؟ عشان تبطلي يا بنتي الوسواس اللي انت فيه ده. الوسواس اللي انت فيه دوت هيخليكي مش هتعيشي في راحه مع اولادك وتعيشي مستمتعه بنعمه ربنا عليكي. اللي عمل الفعل اللي انت عملتيه ده جائز، لان انت كنت في مشقه، واحنا عندنا المشقه دي حاجه تنزل منزله الضروره. احنا عندنا ان الضرورات تبيح المحظورات. قال لي طب ما مش ضروره، انا ما كنتش هموت يعني. قال لا، ما احنا عندنا قاعدة تانية ينص عليها الإمام السيوطي وينص عليها أهل علم القواعد، قواعد الفقهية، إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني الحاجة الشديدة لما واحد يبقى عنده ضيق شديد وحرك شديد هيقع عليه، فده ينزل منزلة الضرورة. إزاي ينزل في منزلة الضرورة؟ هي الضرورة بتعمل إيه؟ بتبوح المحظور. يبقى هذه المشقة الشديدة والحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة، اللي منها ان الواحد قد يكون معرض للحبس او معرض للمهانة او معرض لان يكون في حالة في وضع غير مناسب له، في من المشقة ومن فساد مدارس الاولاد وكل الكلام ده. فايه اللي يحصل؟ فاللي انت عملتيه ده جائز شرعا وليس حراما، وليس هذا من قبيل القرض المحرم. انت كنت بتدفعي عن نفسك هذه المشقة وهذا البلاء، ولذلك اللي انت فعلتيه ده حلال ومش قاسمة. وابعي بقى نفسك تقولك ما هو من ساعة ما خدت القرض ده حياتي بقى فيها لخبطة. لا، ده حياتك فيها لخبطة قد يكون ان انت مش قادرة تديري علاقاتك ومش قادرة تديري حياتك، لكن اللي انت عملتيه ده حلال ولست قاسمة في ذلك. استاذة ايمان من اسوان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله، ربنا يبارك لك. دلوقتي يا شيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال، بس هو يعني للنقاش مش خناق ولا اي حاجه والله. اخويا كنت رايحه اجيب بنتي من الحضانه. الو. ايوه سامع حضرتك، اخوك كنت جايب راحه انا وهو رايحين نجيب بنتي من الحضانه، فسمعنا المدرسه بتقول ايه؟ بتقول للاولاد اين الله في السماء على العرش استوى. فاخويا بيقول لي ان لا، ربنا مش في السماء. امال فين يا ابني ربنا؟ راح قال لي لا، ربنا لا مكان له. طيب انت بقى عايزه تسالي ايه الصح ده؟ وقعد يقول لي لا ده غلط وما ينفعش تودي البنت تاني الحضانه وكلام من ده. قلت له لا، هو ربنا على العرش استوى بدليل ان الساعه بيقول لك في منتصف الليل ربنا بينزل بيقول. يلا نكمل بقى، نكمل بقى اللخبطه، نكمل اللخبطه. لا احنا كده بس كده. لا كده تمام خلاص. ايه السؤال بقى اجابته؟ دي حاجه. تاني حاجه بقى، يعني ده السؤال الاولاني. السؤال الاولاني ازاي نجاوب على سؤال اين الله، صح كده؟ طيب كده التاني. وهل الكلام اللي اخويا بيقوله ده صح ولا غلط؟ طيب ده السؤالين، ده صح كده؟ ده السؤال الثاني. دي تاني حاجة بقى، احنا انا عاوز اعمل كارد عشان نجيب عربية، ينفع ولا ما ينفعش؟ انت البنك هيمول لك شراء السيارة؟ انا ايوه هعمل كارد عشان اجيب عربية. لا دلوقتي البنك هيمول لك شراء السيارة ولا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل ايوه هروح البنك وهقول له انا عايزة فلوس
هاخد فلوس واروح اجيب عربيه. هتاخدي فلوس ولا هيدي لك العربيه ويعمل عليها حظر بيع؟ لا هاخد فلوس. طيب هجاوب للسؤالين. حاضر. اول حاجه انا ماليش دعوه باللي انت قلتيه انت واخوكي، بس انا عايز اقول لكم حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحده مكان او زمان. ولو كان لو كنتم فاهمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لما سال الجاريه اين الله فاشارت الى السماء، فمش هينفع ان احنا نكون فاهمين ان الجاريه اشارت الى السماء بمعنى ان ربنا في السطح فوقنا. طب ما كده ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش في الارض، وكده تبقى الارض اكبر من ربنا، وتبقى الارض دي هي اللي بتحيط بربنا. لكن احنا في القران، لغه القران لغه معجزه، ومن علامات اعجاز لغه القران ان لغه القران فيها مجاز، ففيها اساليب قرانيه. صنف فيها الشيخ عبد الخالق عظيمه حاجه اسمها الاساليب القرانيه، ففي حاجه اسمها اساليب القران للتعبير. لما القران يقول واسال القريه، مش معقول اروح اسال حيطان القريه، لكن اسال مين؟ اهل القريه. فلما اشارت البنت الى السماء، ولما الله سبحانه وتعالى يقول امنتم من في السماء، ليس معنى ان الله سبحانه وتعالى في السماء وان الله يتحرك. لو ربنا بيتحرك ما يبقاش اله، لان معنى كده ان الله سبحانه وتعالى يحيط مكان، يبقى المكان اكبر من ربنا. امال ايه المعنى ان الله سبحانه وتعالى في السماء؟ ان الله سبحانه وتعالى هو العلي، وان الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بعباده ولا يحاط به، لا يحيطون به علما. يبقى المسألة أن الله خارج الزمان والمكان، لأنه هو خالق الزمان والمكان. ساعة خلق السماوات أين كان الله؟ إذن هذا الكلام غير صحيح. يبقى الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يبقى الله سبحانه وتعالى في السماء، يعني الله علي، علي حتى عن أفهامنا الضيقة، علي حتى عن تصوراتنا. لو ربنا بيتصور ما يبقاش ربنا، لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار. يبقى الله سبحانه وتعالى ليس في جرم وليس في مكان، بمعنى أنه لا يحيطه لا مكان ولا يحيطه زمان. فنتقي الله سبحانه وتعالى ونفهم أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير الواسع المتعال، وكل ما جاء على بالك، كل حاجة تيجي في بالك كده عن تصورك لله، الله على خلاف ذلك.